السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سوف أشرح لكم طريقة تغيير لغة النظام كرومبوك إلى اللغة العربية أو أي لغة أخرى تريد. كما تلاحظون هنا في الأسفل، فقط قم بالضغط هنا على التاريخ، ثم تضغط هنا على الإعدادات كما تلاحظون. بعد ذلك قم بالنزول إلى الأسفل، ثم كما تلاحظون هنا عندنا Advanced، قم بالضغط على Language and Input. كما تلاحظون هنا في الأعلى لغة النظام English، فقط قم بالضغط هنا على السهم الصغير. بعد ذلك كما تلاحظون هنا نقوم بالضغط هنا على Change، ثم نقوم بالبحث عن اللغة. مثلا سوف نقوم بتغيير النظام إلى اللغة العربية. كذلك يمكنك تغييره لأي نظام تريد، لأي لغة تريد عفوا. قم بالنزول إلى الأسفل، كما تلاحظون هنا اللغة العربية، فقط نقوم باختياره بهذا الشكل، ثم نقوم بالضغط هنا على Confirm and Restart. سوف يتم إعادة تشغيل النظام. نقوم بكتابة كلمة المرور، ثم نقوم بالدخول. كما تلاحظون عندما نقوم بالضغط هنا على مكان التاريخ، كما تلاحظون هنا تغيرت إعدادات النظام إلى اللغة العربية. وبنفس الطريقة يمكنك تغيير لغة نظام لأي لغة تريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.